عدم الاستقرار نتاع الاطار الفني نحمله ديريكت للهيئه، يعني هي اللي تعمل في الاشواء، مش احنا نعمل في الاشواء. اليوم استابيليتي ساعات حتى يبدا مدرب متوسط تعطيه شويه وقت يخرج لك العجب، خير من كل ثلاثة شهور تبدل مدرب. وكل مره وش معناها تبدل مدرب كل ثلاثة شهور؟ معناها هذا دليل انك انت فشلت. شكون جابه يا اخي؟ انت فشل في الاختيار. دونك اليوم كثره التغيير ما عندها حتى فايده، انا متاكد انه ما عندها حتى فايده. نتصور انه الكوميتا الباهيه حتى تجيب مدرب متوسط تحاول تنكادري، تحاول انه تعينه دون لو سونس، تقف معاه لانه يجم، لانه في الاخر بطولتنا ولا الملاعبيه اللي عندنا في تونس شو يلزمهم؟ مورينو شنو اللي يلزمنا؟ يعني ما ساعات ما حاجات والله لا مدرب نيبال ماهوش في حجم النادي ولا ماهوش بتاع القاب، ثم مدرب بتاع القاب ومدرب بتاع الناس قلت تولد من غير القاب وبعد يعمل الالقاب، الكومبيتونس اللي تعمل الالقاب مالوريزمون احنا ما نمنوش بالكومبيتونس.